في تاريخ مشاركات القادسية بالدوري، أقصى خسارة، والآن ريفاس. مستحيل، أنت بس وصلها الريفاس، وهو يتفاهم مع الحراس، وهو يتفاهم مع الحراس. كل ما ذكرنا الماضي وذكرنا الأهداف، سجل ريفاس في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. أقولكم مهاجم، أقولكم عنده شيء، أنت بس وصلها الريفاس، وهو اللي يتفرّاس. يا ريفاس دوريان، شوف التمريرة، يا سلام، شوف القوة في كل تسديدة، شوف اللقطة، اجلد يا ريفاس. هكذا يقول كل اتحادي لا يتفاهم مع حراس المرمى. هرب صح، استلمها صح، يا مونتاري، شيء من الأغاني، يا أغاني، شيء من الكرات، شيء من تمريرات الماضي، الكرات العالية. ريفاس كلام كبير، ريفاس اللي في النمر، يطلع ريفاس، يطلع ريفاس.